السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية الأخوات والإخوان المشتركين في القناة، وتحية كذلك لهواة جمع القطع النقدية المالية القديمة سواء كانت معدنية أو ورقية، وتحية لكل مشاهدي هذا الفيديو. اليوم أخواتي إخواني أنقدم لكم ثلاث أوراق مالية. هذه الأوراق المالية تعود كلها للملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله. كما تشوفوا الأوراق المالية هي الورقة الأولى عبارة عن 10 دراهم، الورقة الثانية عبارة عن 100 درهم، أما الثالثة فهي عبارة عن 100 درهم. ولكن قبل ما نتكلم لكم على هذه الأوراق المالية، نتمنى من الإخوان الغير مشتركين في القناة أنهم يشاركوا معي لتشجيعي على المزيد من البذل والعطاء. كما كتشوفوا أخواتي إخواني، الورقة المالية الأولى هي ورقة مالية من فئة 10 دراهم. هذه الورقة سكت سنة 1987 ميلادية الموافق ل 1407 هجرية. هنا الصورة ديال الحسن الثاني رحمه الله، الخلف ديالو هو الضريح المولوي اللي مدفون فيه محمد الخامس طيب الله ثراه، وكذلك الحسن الثاني. نشوفوا ظهر هذه الورقة المالية. على ظهر هذه الورقة المالية هنا نجد آلة العود. هنا في الجانب واحد الفسيفساء. هنا مكتوب الله واحد الفسيفساء في الجانب. الآن نمر الورقة المالية الثانية، هي ورقة مالية من فئة 100 درهم. هذه الورقة سكت سنة 1985 ميلادية الموافق ل 1405 هجرية. هنا الحسن الثاني كان ما يزال صغير في السن. والصورة اللي أمامنا هو صورة لبنك المغرب المتواجد بالرباط في شارع محمد الخامس. نشوفوا ظهر هذه الورقة. على ظهر هذه الورقة المالية نجد هذا معمل أو المركب الشريف للفوسفات. ورقة مالية كنحتفظ بها منذ مدة. الآن هذه الورقة الثالثة هي ورقة مالية من فئة 100 درهم. هذه الورقة المالية سكت سنة 1407 هجرية الموافق ل 1987 ميلادية. هنا كما كتشوفوا الحسن الثاني رحمه الله، في الجانب ديالو هنا الضريح المولوي
نشوف ظهر هذه الورقة المالية. على ظهر هذه الورقة المالية كما كنشوف واحد القارب شراعي، وهنا نجد نرى نباتات بحرية. هذه الأوراق المالية كنحتفظ بهم، خليهم عندي في الألبوم ديالي، واحد النهار إن شاء الله غادي يسبعو الثمن وغادي يسبعو بأثمنة خيالية. كنتمنى فيديو اليوم عن الأوراق المالية للملك الراحل الحسن الثاني يكون عجبكم، وأشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.